فايزه. صور لي يا فندم. ايوه. استنى اخدها بيد بقى. دكتور مختار جمعه وزير الكوارث الواسل. دكتور مختار جمعه. اه يا حبيبي. هذا عليك صباح الخير. اهلا وسهلا. اهلا بكم جميعا. اهلا وسهلا. سانت كاترين دير يعود تاريخه الى القرن السادس الميلادي من عصر الامبراطور البيزنطي جوستينيان. التغييرات اللي تمت في الدير مش تغييرات كبيره، ولكن نذكر منها مؤخرا ما تم من ترميم في الفسيفساء، ودي تعتبر من اهم الفسيفساء الموجوده على مستوى العالم، اللي هي فسيفساء تجلي السيد المسيح. There are many people outside asking to come here because they see you. هذا التواجد الأم برمزيته بوجود وزير الأوقاف ومسؤول الأوقاف مع السيد رئيس اللجنة الدينية وأعضاء اللجنة الدينية في مجلس النواب، ده رسالة على أن مصر لكل أبنائها سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو مؤسسي الشعب بنوجه رسالة واحدة. الرسالة دي أنا أكدت أولا في خطبة الجمعة على إني تعانق المآذن والمساجد والكنائس معا دليل على حضارة الحديث وبقاء هذا المسجد داخل الدير لقرون طويلة، وفي هذا الوادي المقدس مسجد الوادي المقدس إلى جانب دير سانت كاترين تعايش الأديان وسماحتها وسعادتها واحدة. هذا كان المحور الأول، وقصدنا من هذه الزيارة بعد خطبة الجمعة وهذا الاستقبال الحافل في هذا الدير يؤكد عظمة مصر وعظمة المصريين والروح الحضارية السمحة التي تتحلى بالشعب المصري. أمر هام جدا إن الشعب المصري شعب حضاري حافظ على الحضارة، سواء حضارة المساجد أم حضارة الكنائس، لم يمس لا مسجدا ولا كنيسة ولا معبدا، وهو من أكثر الشعوب حضارة في الحفاظ على هذا الأثر، ولذا هنا أقدم كنيسة في العالم، لأن هذا الشعب له عمق حضاري طويل. على أن مصر بلد السماحة وبلد المودة وبلد المحبة، وندعو العالم كله إلى أن يكون بهذه السماحة وهذه المحبة وهذه